السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد الرئيس حسن رفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لاستضافتك عنا سيد الرئيس، الشرف لنا ولقناتنا أنه تستضيفنا بالقناة. 100 أهلا وسهلا سيد الرئيس حسن رفة. سيد الرئيس، في عنا أسئلة عدي بدنا نسألك إياها. تفضل، 100 أهلا وسهلا. في عنا المشاهدين والمتابعين القناة TV حسن رفة بيقولوا انه اشو تعليقات سيد الرئيس على الاخبار اللي عم بتصير، انه ما شفنا له تصريحات، انه ليش هو بعيد عن الساحة، انه بدنا نسمع منه تصريح انه قال في مصالحات مع النظام وما مصالحات. فيك ترد لنا اشو انت اللي عم بتفكر فيه، اشو في عندك، اشو بترد عليهم؟ تفضل. ثالث شغلي، انا ما بحط ايدي بايد مجرم. طيب اول شغلي وثاني شغلي وين انت فورا بلشت بالثالث شغلي؟ اشي اول شغلي، اول شغلي ايوه، عند معتقلين بسجل صدنايه ويطالعون وانا بقرر مساجين. طيب تمام. والثاني؟ والثاني السوريين شاشدوا 1000 سوريين. ايوه. وعندي 2 اخواتي كمان مشاشدين، يرجع لاخواتي طيبين ورجع لي كمان سوريين طيبين. ايوه، قصده هو 1000 استشهدوا، يعني ملايين السوريين استشهدوا، قصده هاي يعني ملايين سوريين شاشدوا. تمام تفضل. اشو بعدها يعني وزر رجعهم طيبين ويستطالع السجون، اشو يعني بعدها بتصير هن بعدين انا افكر. ايوه، يعني بعد كل هاي الشغلات بعدين بتفكر؟ كل هاي الشغلات بعدين افكر. شكرا لك سيد الرئيس على الحلقه الحلوه، شكرا على التصريحات، الشعب كله بصيح بالروح بالدم، نفديك يا حسن الرفة، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك وشكرا، وكلك ذوق يا كويس يا محترم وعلى راسك لك حبيبي حبيبي، كلك ذوق.